مرحبا بكم الناس الكل في المهرجان الرياضي والترفيهي ستيلنا بروميير إيديسيون في جربة أيام 27 و 28 أفريل 2019. Vous êtes invités à être nombreux, les étudiants, ils êtes tous les moujoudines fi Tunis. Donc on compte sur vous. Il y aura plusieurs activités sportives, manette femme tennis de table, femme le beach volley, femme football. Donc vraiment un événement très intéressant. Il y a hasbra el khas manette n'importe quel citoyen مستحق للسبور اللي هو حاجه بريمورديال في حياته. فما بالك ليتيديون اللي هو معناتها يلا بيزوان دو لينيرجي دو هكا يفاكيوي الستريس اللي يكون عايشه في الدراسه نتاعو. يل بو اكسيلي معناتها في لي دو على فوا وساوا معناتها ما ندخلوا احنا لا يل بو كومبليتي لوتر. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله تعدى ايديسيون محترمه، ان شاء الله التنظيم يكون في المستوى، واحنا عندنا ثقه في الناس اللي قايمين في زاد جربه باش تكون فريمون معناتها باش يكون مهرجان باتم معنى الكلمه. دونك vous êtes les bienvenus. سينو نحب معناتها اكيد نعمل ديديكاس للناس المشرفين على المهرجان هذا وعلى تنظيمه، كو سوا ايزاد جربه والا كلوب راديو ايزاد جربه. دونك تحيه كبيره لهم وان شاء الله نشوفكم باعداد محترمه وكبيره. بون يمكن شويه نحكي لكم على ليكسبيريونس بيرسونيل نتاعي، بويسك الحمد لله كملت نجمت نكمل معناتها على فوا ليتود لي زيتود نتاعي في لينابس معناتها لونيفرسيتي دو سبور في تونس، وفي نفس الوقت جي اكسلي في الباسيون نتاعي ولا في العالم الرياضي نتاعي بروفيسيونيل اون طونك جوار. لعبت بديت في فريق صغير اللي هو ملعب رياضي مكنازي فريق الام، بعد درجت نجم رياضي ساحلي في الاصناف كل تقريبا الحمد لله. من بعد جاي كلكو زيكسبيريونس كو سوا في المانيا ولا في الكويت ولا في لبنان، وانضميت للمنتخب التونسي. دونك كوراج فو بوفي لو فير، ولا حتى اي واحد نقولوا عندك باسيون ولا عندك غرام في حاجه فازي il faut aller jusqu'au bout. وما تنساوش قرايتكم اون باراليل اللي هي حاجه تري امبورطونت في حياه اي واحد، وان شاء الله على بروشين. ميرسي بيان.